قلت آه صافي مزيان، فين هو دابا باش نسلموه الأدلة؟ وقدمنا دوك الأدلة للمحامي وفرح حتى هو وقال لينا صافي، اعتبروه خليل خرج براءة. كنا واقفين مع المحامي في الكولوار ديال المحكمة فاش علنوا على بداية الجلسة، وجراتني سلوى معاها ومشيت ودخلت الغرفة بلا ما نحس. جلست في المقاعد الأمامية وقلبي غينفجر من قوة ما كيضرب. وقبل انطلاق الجلسة عيطوا على سمية خليل، وجات عينه في عيني ونفس النظرات، نفس الملامح القاسية والحنونة في آن واحد، نفس الطولة والتجريدة ونفس القوة والرجولة، لابس مزيان ومفركس بحال ديما، عينيه شاعلين وكيغليو وكيشوف فيا بعشق وبحب وبألم وبحسرة. ما تبدلش بزاف وحتى مشاعري ما تبدلوش، نفس الضعف تجاهه، نفس الحنين ونفس القشعريرة. آه يا قلبي، علاش خليل خنتيني؟ علاش؟ عمرو عيني بالدموع ونط وخرجت من القاعة، حين يا راسي في الأرض وكنزرب. أصلا ما محلي من الإعراب هنا، علاش أنا هنا؟ الدور ديالي تسالى، وقدمت لهم الأدلة ديالي، قدمت لهم الأدلة صافي بارك عليا، وبلا وعي شديت تاكسي ومشيت للدار. طرق كلها وأنا مرفوعة، وصلت ودخلت للدار وأنا شاعلة فيها، كنشوف تصاورها وكنشم ريحتها في كل بلاصة. زدت مرضت كتر، تفكرت شنو داروا فيا والطريقة باش غدروني. كنت كنكذب على راسي، كنتقمص دور المرأة القوية ذات المشاعر الباردة، ولكن تبت لي العكس. اللقاء ديالي بخليل ضرب لي كل شي في الزيرو، وتأكدت أنني باقة كنبغي، باقة كنحماق عليه، كنموت على التراب اللي كيمشي عليه. إنما الجرح اللي خلى في قلبي عميق، قلبي مات بسبب خيانته وأحلامي انهارت بسبب غدره. وخا يدير اللي يدير ما نقدرش نرجع معاه، وخا نسامحه ما نقدرش ننسى. تشكل حاجز بيناتنا، حاجز فولادي مستحيل يتهدم. ما قدرتش مازال نستحمل هاد العذاب، كنت باغي نمشي في حالي، بغيت نبعد ونودع هاد المدينة للأبد، ولكن قبل خاصني نقضي شي أغراض هنا، نبيع الدار ونجمع حوايج السفر. وحطيت إعلان في أفيتو وتلقيت عروض كتيرة في وقت قياسي. ما دازتش كتر من 3 أيام حتى كنت ساليت كل أشغالي وبعت الدار بثمن مناسب، ومع 10 الصباح كان باقي شي 6 ديال السوايع على الميعاد ديال التران. مشيت للدار نرتاح شوية ونجمع حوايجي قبل ما نعطي السوارت للشال. أول حاجة درتها دخلت للدوش، دوشت وحيدت عليا العيا ولبست حوايجي واتكيت فوق الفوتيه كنتسنى ميعاد التران. من قوة تمارة غمضت عيني وغفيت، ما فقت إلا على إيد شي حد جارني بعنف، شخص مجهول جرني ولصقني مع الحيط، إيد شاد بها على فمي والإيد الأخرى جامع بها إيديا مورايا. طلعت عيني كنشوف شكون مخلوعة وخايفة يكون ضني في محله. ساعة كنت غالطة، ما كانش جواد، كان سليم في شكل عمرني ما شفته بحاله، كيشوف فيا بكره وحقد ورغبة جارفة، عينيه كيشعلوا بالشر وأنفاس الغضب ديالو كتخترق وجهي. حاولت نتنطر منه وما قدرتش، كان مزير عليا بعنف، نزل وجهه لعندي بغي يبوسني، وطلعت معايا الترويعة ودفعته بكل ما فيا من جهد حتى كنت غنطيحه الأرض. مشيت نحل الباب، ساعة كان ساعة مني، شدني من شعري بهمجية ولحني في الأرض وتلح عليا، كيحاول يبوسني في فمي وعنقي وأنا كنقاوم، وبدا كيسبني ويعايرني بكلام ديال الزنقة. قال العاهرة صافي في ساع قلبك حن عليه، جيتي خرجتيه، لهاد الدرجة كتبغيه؟ أشنو عنده هو أحسن مني؟ بديت كنبكي وكنقول له طلق مني يا شماتة. قال لي ها أنا شماتة؟ بصاح عندك الحق، شماتة حيت حافظت عليك، وشماتة حيت احترمتك، يحسب لي بنت داركم،
ساعة غير عاكرة بحالك بحال اختك. قلت له بزاف عليك الملقط، تفو على مرض. قال لي غنوريك المرض ديال بالصح. هزني وبدا غادي بيا البيت نعاس، وانا كنغوت ونتركل. قومت وغوت وضربت وما خليت ما درت، وهو غير ما زاد شعل ورماني فوق الناموسيه وقال باينه غتكوني حلوه بحال احسن حاجه ديريها تلقي راسك وخلينا نتمتعو. وبدا كيقطع ليا حوايجي، كنت مغمضه عينيا وكنضرب فيه برجلي وكنغوت باعلى ما في صوتي. ما حسيت الا وشي حد كيبعدو عليا بكل قوه. حليت عيني وكنتصدم، وكان خليل ومعاه بوليسي. شد سليم ودار ليه المينوت ومشده معاه، وبقيت غير انا وخليل في الغرفه وانا باقا مصدومه وما مستوعباش انني فقت من الكابوس. بقيت شحال وانا حاله فمي. عاد سرات معايا وشفت في حوايجي اللي كانوا قاع مقطعين عليا، تحرجت وتزنقت وبديت كنغطي راسي وكنستر مستر الله، وانا كنبكي وكل اللي كنترعد. قرب مني خليل وجلس حدايا، عنقني وزير عليا، وبدا كيمسح ليا على شعري وكيطبطب على ظهري وكيهدني بكلامه المعسول بحال ديما. صافي يا حبيبه ما تخافيش انا معاك، ما كاينش اللي يقدر يمسك طول ما انا معاك. وانا غير ما زايده فيه وكنبكي ونتنخسس، وحاوطني بدراعه وزيرني لعنده. الله شحال توحشت هاد الاحساس، الاحساس بالامان والاحساس بالراحه والاطمئنان والاحساس برجولته وشهامته. عييت من هاد الدنيا، عييت من المسؤوليه، ما كرهتش نبقى معاه ديما، واستسلمت لمشاعري وتكيت راسي على صدره الرحب. قلبه كيضرب في ودني وكلامه المريح كيتغلغل اعماق اعماقي. فيدا كنبغيك، كنموت عليك، توحشتك بزاف، حياتي بلا بيك ما ليهاش معنى، عافاكي ما تخلينيش، غنحماق بلا بيك. وبدا الخوف كيتلاشى تدريجيا والترخيط، وغمضت عيني وسهيت. كنت كنرجف من البرد، وهز مانطا وغطاني بها بحنان كيبوس ويشم في شعري. وسولته قلت له فوقاش خرجتي؟ قال البارح في العشية نهار الجلسة المحامي قدم الأدلة اللي عطيتيه وبانت براءتي وخرجوني بالصراح المؤقت بين ما يحكموا في القضية. قلت له كيفاش حتعرفتوني هنايا؟ قال مورا ما تشد جواد وحقه معاه اعترف بالجرم المنسوب ليه وجبد حتى سليم، هو اللي عاون جواد وسرب له أوراق من الشركة بحكم أنه كان خدام معايا، وكنت كنتيق فيه تيقة عمياء وخلاني نوقع على شي وراق غير قانونية بلا منعق. والشرطة كانت حاطة عليك حراسة مشددة حيت عطيتيهم أدلة مهمة بزاف، وكانوا متوقعين شي حد من طرف جواد غيحاول يوصل ليك، وفاش شافوا سليم دخل لهنا اقتحمنا المكان. صدمت وقلت له يعني سليم متورط مع جواد الحقير، شنو غيستافد من هاد الشي؟ قال ما نعرف، يقدر يكون جواد وعدو بشي حصيصة مورا ما يتفكوا مني ويغرقوني في الحبس. قلت اوف ما قادراش نصدق بنادم فين كيوصلوا الطمع والجشع، ودابا واش غدا توجه له تهمة؟ قال خليل اكيد طبعا، راه تصدرات مذكرة توقيف في حقه والشرطة كانت كتقلب عليه. تأزمت ومرضت، علاش انا كيوقع ليا هاد المصائب؟ علاش فين ما كاين شي مشكل كيتسلط عليا؟ وبديت كنبكي عاوتاني. قلت عييت من هاد الدنيا وعييت من المشاكل، وشد وجهي بين ايديه بحنان وبدا كيبوسني في عينيا وفي كل بلاصة في وجهي. قال شت صافي يا حبيبة كل شي سالة، انا معاك دابا، ما عمري ما غنخليك مازال. وخشاني في صدره كيسكت فيه. بقينا على ديك الحالة مدة طويلة، استحليت الوضع ونسيت راسي، احتبدت عصافير بطني تزقزق.
وتفكرت أنني ما كليت والو من الصباح، وقال الحبيبة ديالي فيها الجوع، ارتاحي شوية غنمشي نجيب شي حاجة ناكلوها ونجي. وناض ومشى وصل حتى للباب ودار عندي، وقال لي يا بنظرات شك وريبة عندك تحركي من هنا، ومشى خرج. خرج وخلاني مرونة عايشة في صراع مع مشاعري، صراع داخلي بين الحب والكبرياء، بين الضعف والقوة. ما كرهتش نبقى معاه وما كرهتش نعيش معاه العمر كله، نعاس ونفيق على وجهه يحميني من غدر الزمان، ولكن للأسف ما نقدرش، كرامتي فوق كل اعتبار ونوتي الجرحات، وما نقدرش ننسى شنو دار فيا، ومن حر النار اللي في قلبي نط بلا وعي ولبست جلابة من جلال بصفاء وهزيت حوايجي وخرجت. شديت تاكسي ومشيت للمحطة، والحسن حظي لقيت التران غيقلع، قطعت البيي وركبت. جلست مع شي عيالات شوية بدا تليفوني كيصون، وكان هو أكيد. نط الكولوار وجاوبته، قلت ألو. قال فيدا انتي بخير؟ قلت له آه الحمد لله. نهد وقال خلعتيني عليك، فينك؟ حرام عليك هادشي اللي كديري فيا. ظهرت بالقوة وقلت له أنا غادة في حالي. غوت وقال كيفاش غادة في حالك؟ واش باغا تحمقيني؟ قلت له علاش غتحماق؟ قال سمعيني مزيانة فيدا، أنا قاطعت وقلت انت اللي سمعني مزيان، اللي بيناتنا تسالة، أنا مستحيل نرجع ليك، انت غدار وما فيكش الثقة، إلا كنت عاونتك وخرجتك فهادشي غير من باب الإنسانية. قال علاش باغا تحمقيني؟ أنا ما كنتش لخاطري، اختك صفاء وجواد. قلت أوف وصافي سالينا من هاد الموضوع، واش خنتيني معاها ولا لا؟ واش الولد ولدك؟ سكت وما جاوبنيش، وانا نزيد نشعل وقلت ايوا شفتي والله ما نرجع لك واخا دير اللي درتي، ما بقاتش عندي فيك الثقه، انتوما الرجال كاع بحال بحال. وقطعت عليه قبل ما يجاوبني، حيت الكارطه التليفون ولحتها باش ما يبقاش يفرع ليا دماغي. وقطعت معاه وحسيت انني ودعت الامان، ودعت السعاده والحياه، ظلامت الدنيا في عيني، وحسيت بقلبي كيتمزق من قوه الالم، ما قدرتش نبكي، الدموع نشفوا. ورجعت لبلاستي وتكيت، ورجعت لبلاستي وتكيت راسي على الزاج النافذه، طريق كلها وانا فايقه كنفكر في هاد الدوامه ديال المشاكل اللي كنعيشها. نقدر نكون غفيت شي عشرات الدقائق ولا ما كاملاش. وفقت على صوت العيالات وحليت عيني سولتهم، قالوا لي وصلنا لطنجة. مشيت للدار ولقيت الحالة ديال صفاء من سيء الأسوأ، تعافت بزاف ولو فيها غير العظام وعايشة غير بالمسكنات، حتى الهضرة ما بقاتش كتهضر، فين ما دخلت عليها كنلقاها يا إما شادة الحجرة التيمم أو لا كتصلي، أو لا شادة تسبيح كتسبح وتستغفر. وأنا ما بقيتش رجعت الخدمة طبعا مورا داكشي اللي طرى، بقيت مقابلها غير هي، كنعنقها وكنبوسها ونشم ريحتها حلا باغا نشبع منها. وماما وبابا نفس الشي، سبحان الله على قوة وشجاعة عطاها سيدي ربي، رغم الألام اللي كانت كتحس بيهم، ورغم أنها كانت كتحتضر وعلى فراش الموت البسمة ما كتفارقش وجهها، والحمد لله ديما على لسانها. والليلة اللي غدا تموت فيها كانت ليلة الخميس، كانت باردة بزاف وأطرافها مجمدين، تكيت حداها في الناموسية كيف ما ديما، ودرت علينا المانطا وحاولتها بإيديا كنحاول ندفيها، فمها بيض وجهها صفار، ولكن الابتسامة ما كتفارقهاش. ما قدرتش نتحكم في راسي ونزلوا دموعي حاري، حسات بيا وهمسات ليا، قالت ما تبكيش فيدا، عافاكي ما تبكيش، انا ما نتسهلش نعيش، انا درت ذنوب كتار وربي خلصني في الدنيا قبل الاخيره.
قلت ليها شت اختي ما تقوليش هكا، انتي ندمتي وتبتي لله توبة خالصة وربي كبير. قالت فيدا سيري عيطي على ماما وبابا، انا حاسة ان نهايتي قربات. بالخلعة نقصت من بلاستي ومشيت كنجري عند ماما، فيقتهم من النعاس تخلعوا يحسب ليهم ماتت. دخلنا عليها وانا بقيت واقفة كنتفرج مفجوعة. بابا وماما تلاحوا عليها وعنقوها، باست ايديهم وطلبت منهم السماحة للمرة الاخيرة وشافت فيا، دارت فيا الشوفات ديال الوداع. وحتى انا القدر شحال صعيب اللي قدر علينا في الدنيا نتفارقوا من جديد من بعد ما تصالحنا، انما هاد المره غنتفارقوا للابد. الموت شحال صعيبه، وخصوصا ملي كيكون شي حد قريب ليك، باباك ولا ماماك، خوك، اختك. يا ربي صبرني. طلبت مني نقرب وشدت لي ايدي، ايديها باردين ومجمدين، وقالت بابتسامة باهتة غنتوحشك فيدا، غنتوحشك ماما، وغنتوحشك بابا، تهلاو في بعضياتكم وما تنساونيش. وبدات كتدور عينيها ورفعت ايديها كتشهد. شوية طلقات مني وطرخات، نكذب عليكم إلا قلت ما بكيناش، بكينا ولكن حاولنا ما أمكن نتحكموا في أعصابنا، حيث أصلا كنا منتظرين هذاك النهار من شحال هادي. وشفت في ماما وبابا والدموع في عينيها، حنقنا بابا كاملين وبقينا كنبكيو. داز العزاء في جو هادئ ما كيخلوش من الحزن. ما جاوش عندنا الناس بزاف بحكم أننا غراب على المدينة، من غير عمامي وخالي وخالتي جاو من الناظور وجدة. الجيران داروا معانا أكثر من الواجب، ودازت سيمانة وتستمر الحياة. كنت جالسة في بيتي كنقرأ ما تيسر من القرآن، ودخلت علي ماما وهزة سيدي في إيديها، قالت لي بنتي هذا خلاته ليك اختك. استغربت وقلت لها شنو فيه؟ قالت ما نعرف. قالت لي ما نعطيه لك حتى تفوت سيمانة على موتها، ووصاتك تشوفيه غير بوحدك. مشات وسدت الباب، طلعت معايا التبوريشة وقلبي بدا كيضرب، خفت من شي كارثة جديدة، قلبي ما بقاش كيتحمل. جبت البيسي وخدمته، كان تسجيل صوتي لصفاء كتقول فيه اختي الحبيبة فاش غتسمعي هاد الهضرة غدا نكون انا مشيت عند ربي اللي خلقني. سمحي لي يا اختي ما قدرتش نواجهك ونقول لك هاد الهضرة مباشرة. فيدا انا عذبتك بزاف وتعديت عليك من نهار وعيت على راسي، وانا كنحس بالنقص تجاهك، ديما انت احسن مني في كل شيء، في القراية في الاخلاق وفي التعامل. الشي اللي مرضني وعقدني واللي زاد كمل عليا هو تعامل بابا وماما، وخصوصا ماما اللي في عوض ما تحاول تعودني على هاد الإحساس بالنقص وتغمرني بحنانها زادت مرضاتني. ديما كتضربني قدام الناس، ديما كتدير مقارنة بيني وبينك، كتشكر فيك وأنا كتعايرني، كتكبر بيك وأنا كتحتقرني وتستصغرني. ما عمرها ما حساتني بالحب والحنان، عمرها عنقاتني وعمرها تصرفات معايا مزيان، على العكس تصرفاتها معاك انتي اللي كانت كلها حنان وعطف. تصوري كنت كنحسدك فاش كنلقاك مخشيه في حضنها، وبابا حتى هو عمرو عطاني شي كادو، واخا ما كنتش نجيب نقاط زوينين بحالك، ولكن حسسني بالحقره وحسيت انني ما كنسوى والو. المهم انا ما كنبررش الجرائم اللي درت، عارفه راسي غلطت بزاف، ولكن ما باليد حيله. هاد الفرزيات وسوء المعامله ديالهم زرعوا فيا الاحساس بالغيره والحسد، ولات عندي عقده، الحاجه اللي نلقاها عندك نبغي ناخدها حيت كنحس براسي محرومه.
بديت كنتسلط عليك في الحوايج الصغار، وكناخذ ليك الالعاب ديالك والكسوه ديالك الحلوه، حتى وصلت للمحرمات وغويت سفيان وطيحته في شباكي بسهوله. غويت سفيان وطيحته في شباكي بسهوله وهربنا من الدار. ما كانش همني سفيان بقدر ما كتهمني انتي. بغيت نحطمك، بغيت نشوفك منهارة ومدمرة، ولكن انتي كنتي كتقاومي كطل رجلي، وهاد شي ردني. تماديت وحاولت نحطمك بكل الطرق، وليت كنمارس الدعارة بسميتك، وكندور التوقيع ديالك في الشيكات. كنت غادة مزيان حتى للنهار اللي غيجي عندي خليل البار، حبيته من أول نظرة، ولكن غنكتشف في الأخر أنه راجلك. هنا زادت الرغبة ديالي في امتلاكه، حاولت معاه بجميع الطرق، ما خليت ما درت معاه وبلا جدوى. أنا دوزت شحال من راجل، وعمري ما شفت شي راجل بحاله، وفي الأقصى درجة عينيه ما كيشوفوك غير انتي، ولسانه ما كينطق إلا بسميتك. حب وإخلاص ليك شعل نار الانتقام في قلبي، والحقد عماني، والغيرة سيطرات عليا. بقيت تابعة حتى دخلتوني للحبس، وهنا جا عندي ولد عمو وعرض عليا صفقة، قال لي غير خرجني وغنتعاونوا بجوج باش نفرقوكم، وبطبيعة الحال وافقت. كنا متبعين كل تصرفاتكم وعارفين أسراركم. انتي كان عندك مشكل ومتبعه مع الطبيب على حساب الولاد، وخليل كان في حالة يرثى لها بسبب مشاكله العائلية، واستغلينا الوضع. واحد النهار كنتي في الخدمة وخليل كان عنده شي اجتماع على برا، دخلت لداركم بمساعدة جواد. ما عرفتش كيفاش داير، دبر تليفونك وصيفط به ميساج لخليل، قال له حبيبة أنا كنتسناك في الدار، لبست شوميز دونوي ديالك وصايبت شعري على طريقتك ودرت البارفان ديالك، المهم كنت صورة تبقى الأصل منك، وصايبت لخليل أجواء رومانسية وأضواء خافتة. استقبلته في الباب على أساس أنني مراته ومولاد داره، طبعا طاح في الفخ. شربت عصير فيه حبوب منومة وقضيت الغرض وخليته ناعس. خرجت في ساعة من بعد ما جمعت الروينة ورديت كل حاجة لبلاصتها، والقدار لعب لعبته معايا وطلعت حاملة. وداك النهار كنت عارفك غدا تكوني عند الطبيب، عيطت على خليل وقلت له أنني حاملة بولده، ما تيقنيش وتحديته، قلت له غنديرو التحاليل. هي فاش شفتيه طالع في الدروج، راه كان جاي باش يوقفني عند حدي، ماشي كان جاي معايا. وحتى سفيان فاش قال لك راه تخطبنا، انا اللي صيفطته، كنضغط عليك باش تطلبي الطلاق، ما كاين لا خطوبه لا والو. فدا من هادشي كله خليل بريء، خليل كيبغيك غير انتي. خليل راجل في زمان عادمات فيه الرجوله، ما تخسريهش ورجعي عنده. عافاك يا اختي، الا بغيتيني نتهنى في قبري رجعوا لبعضياتكم، حبكم حب صادق، وحرام يضيع بسباب وحده بحالي. انا خديت الجزاء ديالي، عافاك يا اختي، صالحي معاه، هو ما دار والو. انا وجواد لعبنا عليه لعبه قذره وطيحناه، اي واحد في بلاصتو غيدير نفس الشي. صوتها تغلغل اعماقي، كلماتها كانت بحال شي سيف كيتغرز في قلبي. كنسمع ونبكي بتأثر وبشفقة وبندم وحسرة. آه يا أختي المسكينة، شحال عانيتي في حياتك، شحال عذبنا فيك وبلا ما نحسه. كنت متعاطفة معها لأقصى درجة، كان لوم في راسي وكان لوم في والديا والمجتمع اللي ما كيرحمش. حتى سمعت اللي ما عمري تصورت نسمعه، لا لا ما يمكنش، إيش هادشي كنسمع؟ رجعت التسجيل للور وكنسمع ونعاود بتركيز تام. كان مسع على وجهي وانا مصدومه، كياني تزعزع وقلبي غيوقف. كنحاول نستوعب شنو كنسمع، ما قاداش.
نط من بلاصتي كنمشي ونجي في الغرفه ديالي وانا تالفه ملخبطه ومفزوحه. وقصدت المرايه كنواجه مع راسي، كنتواجه مع راسي بخجل حابسه دموعي، او بالاحرى دموعي ما بغاوش ينزلوا من قوه الصدمه. فرج وسعاده وندم، حسره وخجل وخوف، مزيج من المشاعر الغريبه سيطرت عليا وبلع طريقي. وانا كنرجف صدمت انني ظلمت خليل، عاد طلعت معايا وبديت كنستوعبها. عاد فقت وعرفت انني جرحته وعذبته، ما تقتش فيه وما عطيتوش فرصه فين يشرح ليا. خفت نكون خسرته للابد بتصرفاتي. لا يا ربي لا، ما بغيتش نخسره. وبدات دموعي كتنزل شويه بشويه حتى وليت كنشهق ونبكي بحرقه. علاش صفاء درتي فيا هاد الشي؟ علاش عذبتيني ومرضتيني؟ ترونت وتلفت، ما عرفت واش نشفق عليها ونتعاطف معاها او لا نحقد عليها، واش ندعي عليها او ندعي معاها. بقيت كنبكي ونبكي حتى طابو عينيا. طردت الوسواس، توضيت وصليت وطلبت الله يدير لي تاويل الخير ويفرج همومي، ودعيت لصفاء. دعيت ليها، دعيت الله يغفر ليها ويرحمها، حيت للاسف ما دارتهاش صغيره، تمادات بزاف. واخا تكون تحقرات والظلمات، هذا ماشي مبرر يخليها تدمرني وتشتت شملي، ماشي مبرر يخليها تدخل داري وتلبس حوايجي الخاصه وتنعس مع راجلي في فراشي بعد ما صليت ورميت همومي على الله سبحانه وتعالى. حسيت براحه عجيبه بحال ديما، حمدت الله وشكرته على نعمه الايمان. وعيطت لي ماما نتعشى، خرجت عندهم وجلست تحت نظراتهم المستغربه، عيني يا حمر ومنفوخين بالبكا. تعشينا في جو حزين، كان الصمت سيد الموقف. سالينا وجمعنا الطبلة وغسلت المواعن ودخلت لبيتي وأنا في بالي حاجة واحدة، غنعيط لخليل واللي بغى يكون يكون. عارفة راسي غلطت بزاف في حقه ويقدر ما يسامحنيش، يقدر يجرحني ويصدمني، ولكن قررت أنني نكون قوية وندير محاولة لحقاش هو فعلا كيستحق. طبعا أنا باقة حافظة النمرة ديالي. جلست على الناموسية وركبت الرقم، كيصوني المرة الأولى الثانية الثالثة وهو يجاوب. قال ألو وي. بقيت ساكتة ولساني تعقد، كنسمع الأصوات موسيقى والضحك وأصوات أنثوية. قال بعصبية شكون معايا؟ ما جاوبتوش. قال إيوا العجب. مشى يقطع وأنا نسمع صوت شي وحدة كتدلعو كتقول خليلو شكون خداك من؟ ما جات فين تكمل الهضره ديالها حتى كنقطع. صدمت، تطرشت بحال تخوى عليا طرد الماء بارد. ايش هاد الشي؟ قالت لي خليلو، انا اللي كنت مراته ما عمرني دلعته. لا لا ما يمكنش، اكيد فهمت غلط، خليل مستحيل يديرها، ما خاصنيش نطيح في نفس الفخ. غنعاود نتصل بيه، غنحارب على ودو. وصونيت وعاود والو ما كيجاوبنيش. في الاول كان كيصوني ومن بعد طفاه. فكرت مزيان وقررت نصيفط له ميساج نشرح ليه كل شيء ونعتذر منه، اكيد غيفهمني ويسامحني. وكتبت الميساج: خليل انا فيدا، كنحاول نعيط لك وما كتجاوبنيش. حبيبي ما عارفاش منين نبدا، انا ظلمتك بزاف وما تقتش فيك، اسمح لي عافاك. انا عرفت الحقيقه، اختي ماتت وقبل ما تموت اعترفت لي بكل شيء، وعرفت انك كنتي ضحيه وعرفت انك كنتي ضحيه اللعبه لعبوها عليك هي وجواد. نتمنى تقدر ظروفي وتعطيني فرصه. خليل كان بغيك. درت ارسال وجلست كنتسنى في جوابه على احر من الجمر. بقيت الليل كله كنتسنى بلا فائده، اصلا الميساج ما وصلوش، يمكن باقي طافي التليفون.
ووصلت 12 الليل واستسلمت. طفيت الضوء وحاولت نعس وما قدرتش. كنت قلب يمينا وشمالا وشمالا، كنت قلب على اليمين وعلى اليسار، وكان غمض عيني ووالو النعاس طار مني والوسواس سيطر عليا حتى أذن الفجر. نط وتوضيت وصليت، عاد ارتاحيت شوية واتكيت في بلاستي، غمضت عيني ونعست. فقت على صوت ميساج وصلني، فقت مخلوعة، هزيت تليفوني نشوف. أكيد خليل جاوبني، ساعة كان غير تأكيد الوصول الميساج، يعني عاد شعل تليفوني. ساعة ولقيتها 11 الصباح، جلست في بلاستي كنتسناه يجاوبني. دازت ساعة وأنا كنتسنى والو، وعيطات عليا ماما نفطر. خرجت شربت أتاي، ما فيا ما ياكل، عاونتها وصايبنا الغدا وأنا مرفوعة ما حساش براسي. كتهضر معايا وما كنجاوبهاش، عقلي غير مع خليل. تغدينا وجمعت الروينة ودخلت البيت. أول حاجة درتها شفت في تليفوني، والو ما جاوبنيش، وكحالت الدنيا في عيني وفقدت الأمل بمرة. إنما ما استسلمتش، قلت ندير آخر محاولة، وفي خطوة جريئة عيطت له كيصوني وما كيجاوبش، وهو يصيفط لي ميساج قال دابا عاد عرفتيني راني بريء، حتى قالتها ليك اختك. اوكي على سلامتك، والله يسر ليك في حياتك، كنتمنى ليك السعاده المطلقه اللي انا ما قدرتش نمنحها ليك، وحتى انا للاسف ما لقيتهاش معك. جاوبته بلا ما نفكر، قلت خليل اش هاد الهضره، احنا بيناتنا حب كبير ما تخليهش يضيع. قال ما تهضريش على الحب، انتي قاع ما عارفاش المعنى الحقيقي للحب. الحب ثقة وتضحية وتنازل وحوار ومشاركة، انتي ما عمرك ما تقتي فيا ولا سمعتي ليا، دمرتيني وحطمتي حبي ليك. قلبي برد من جهتك، صافي انسيني وشوفي حياتك. طريقة الجافة والقاسية باش جاوبني صدماتني، ما قدرتش نستوعب جوابه. لهاد الدرجة حقد عليا، بصح عنده الحق في كل كلمة قالها. هو ما خلى ما دار عليا، وفر ليا كل ما كتمناه أي أنثى، الحنان والأمان والاهتمام والحب والحماية، وأنا بالمقابل شنو عطيته؟ من نهار دخلت لحياته خربقتها ليه، ضربته بجنوي كنت غنتسبب ليه في عاهة وما تقتش فيه، دمرته ودمرت راسي. أنا سبب هاد الشي اللي كيجرى، شدتني الدوخة وبديت كنسمع الصفير في ودنيا، الدنيا كلها بانت ليا كحلة. كنت خايفة، خايفة بزاف نكمل حياتي بلا بيه. حاولت نوقف وشديت في الحيط ولكن طحت في الأرض، بديت كنبكي ونغوت بأعلى ما في صوتي. سمعوني ماما وبابا ودخلوا عليا كيحاولوا يقربوا، وكنصدهم ونغوت، خوف وألم ورهبة وانعدام الثقة. هاد شي باش حسيت، جاني انهيار عصبي حاد ودخلت في حالة هستيرية. كيحاولوا يهزوني من الأرض اللي كانت باردة وانا كنقاوم، شداتني الطجة باغا نهرب ونمشي، نخلي كل شي مورايا، باغا ننسى كل ذكرياتي الحزينة، باغا نفيق من هاد الكابوس اللي ما بغاش يساهل. بقيت في ديك الحالة حتى خارت قوة ديالي وطحت بدون حيرات، لساني تقال وفشلت بمرة، وهزوني حطوني في الفراش، راسي عاطيني الحريق، كنت أمل في الوجوه ديالهم وأنا مخشية في المنطقة. حتى دخل الطبيب وحقني ببرهد بناتني، وحسيت بارتخاء عجيب، راحة وهدوء تام. غمضت عيني ونعست. في درب حياتي عشت بحال أي بنت عادية، كان ناكل كان نلعب وكان ضحك ونبكي. حياتي ما كانتش مثالية، إنما كنت راضية عليها، ما كان منغص عليا غير اختي ومشاكلها، عذباتني ودمراتني حطماتني، ورغم ذلك كنت ديما قوية، أو بالأحرى كان بين راسي قوية، كان بين أنني بلا إحساس.
لطالما تأملت وتمنيت مستقبل زوين مع فارس مغوار يعوضني على كاع داكشي اللي عانيته. أحلام وردية كبرات معايا نهار على خوه، ما عمري ما فقدت الأمل حتى النهار اللي لقيته فعلا وأحلامي تحققت على أرض الواقع. لقيت البطل ديالي، لقيت خليل، وتمنيت نكملوا بجوج ونولدوا الولاد ونربيوهم بجوج ونشرفوا بجوج. ولكن في النهاية لقيت راسي وسط عرام المشاكل، نزلت عليا من كاع الشواية معاكسات ومؤامرات، حتى كنقول خفافت والمشاكل تحلوا كنصدق في حاجة جديدة. وهاد المرة المشكل كبار وعمق، ما كان لوموش بقدر ما كان لوم راسي. فعلا أنا ظلمته بزاف، جرحته وشكيت فيه وما سمعتش منه. خليل عطاني بزاف وغمرني بحبه وحسسني بالأمان والحنان الاستقرار والسعادة، وأنا بالمقابل شنو درت ليه؟ سمحت فيه أول مشكل. إلا كنت عانيت في حياتي وفقدت الثقة في أقرب الناس ليا، فهذا ماشي مبرر لعدم ثقتي فيه. ما كانش خاصني نشك فيه وما كانش خاصني نجرحه، كان خاصني نحس به. صراحة كان أعطيه كل الحق في أنه يعيش حياته ويتزوج بالمرأة اللي تستاهله وتقدره وتوقف معاه، تكون مرأة ونص وما تكونش جبانة بحالي، تقاوم على وده وتمسك بيه. ندمت بزاف وعرفت بقيمة الكنز اللي كان بين إيديا، ولكن للأسف فاش غيفيدني الندم؟ حاولت نجمع شتات نفسي ونخبي جروحي وجاهدت وقاومت وقررت نخرج نقلب على خدمة. إلا ما كانش على ودي غيكون على قبل والدي. ما خليت فين حطيت الدوسي ديالي، كلهم كيقولوا لي خلي لينا النمرة ديالك حتى نعيطوا ليك. حتى لواحد النهار مشيت للشركة فين كنت خدامة مع سليم باش نرد الكريدي اللي كنت خديت على حساب علاج صفاء. دخلت للشركة وقابلت الشريك الإسباني مول الشركة، رديت له فلوسه واعتذرت ليه على الروتار وبديت غادة في حالي. وهو يشد فيا، ما بغاش يطلق مني، أصر عليا نرجع نخدم معاه. وفكرت حتى عييت ولقيت راسي ما غنلقاش حسن من هاد العرض. وبديت كنخدم، تأقلمت مع حياتي الجديدة، الحزن أصبح رفيق دربي والابتسامة فارقات وجهي والسعادة هجراتني. كنشوف في ماما وبابا كيتقطعوا على حالتي وأنا ما قادرة ندير ليهم والو. دخلت في حالة اكتئاب صامت، كنخدم كناكل وكنعاون ماما في الشقة بلا إحساس، كأنني جسد بلا روح، أو إن أصح التعبير آلة خلقت فقط للعمل. وداز الشهر حتى ولفت هاد الحالة واستحليتها وغتعاود حياتي تخربق من جديد. واحد النهار كان عندنا لقاء تواصلي مع مديري الشركات اللي خدامين في نفس الميدان. اللقاء كان كيهدف لتقوية المهارات المهنية وتبادل الخبرات بين مختلف الشركات. غيكون في كازا، وكان خاصني نمشي ضروري مع المدير الإسباني اللي سميتو خوليو، وسناء صاحبتي اللي خدامة معايا في نفس الشركة. نسيت ما قلتش لكم، خوليو اسلم وتزوج بسناء بعد قصة حب عنيفة وتضحية من الطرفين. فقت في الصباح مع الخمسة، توضيت وصليت وقريت أذكار الصباح. كان الجو زوين، لبست غوب في الخضر ودرت فوقه جاكيت في الكوير، صايبت شالي وقديت مكياج خفيف. المهم قديت حالتي مزيان، حيت في هاد النوع ديال الاجتماعات المظهر مهم. خرجت فطرت مع ماما وبابا وسالينا وانا نسمع صونات في الباب، عرفتهم غيكونوا خوليو سنة. ونزلت في ساعة بعد ما خديت دعوات ماما وبابا ليا وركبت معاهم. وصلنا لكازا مع ديك العشرة الصباح،
كانت باقة نص ساعة على الاجتماع. جلسنا في كافيه نرتاحوا شوية، جلسنا كنشربوا ونجمعوا في جو مليء بالضحك والنشاط. انسجمت معاهم وكنحاول نسايرهم باش ما نبانش انورمال. ضحكنا وهدرنا وفوجنا. ما عمري ما جلست مع خوليو كأصدقاء وهدرت معاه بهذه الطريقة. كانت علاقتنا مبنية فقط على الخدمة. اكتشفت أنه إنسان مرح بزاف ونشيط، ما حولها سناء تغرمات به. الأول مرة بعد هاد المدة كلها فوجت وضحكت من قلبي. هدرة تجيب هدرة، حتى نسينا راسنا وتعطلنا على الاجتماع ومشينا كنزربو. دخلنا القاعة فين كاين اللقاء والضحكة باقة مرسومة على وجهي، ومع الدخلة لقاعة الاجتماعات غنجمع الضحكة. شفت آخر شخص كنت كنتوقع نشوفه هنا، تقابلوا عينينا، كان هو سبابي في عذابي. وشكون من غير خليل؟ جالس على الطابل غوند مع الشركاء، وجهه وملامحه نظراته ما تبدلوش، حتى أحاسيسي بقات هي. أنا باقة متأثرة به بحال ديما، بركان في داخلي على وشك الانفجار ومشاعري ملخبطة، حاسة براسي في عالم آخر بحال كنشوف شي حلم. قربت عنده شوية بشوية ورجلية تقالين عليا، كيشوف فيا بنظرات دهشة وصدمة، نظرات حب وحنان، نظرات الشوق والحنين. خليل كان كيشوف فيا بكل دهشة بحال إلى ما متيقش أو لا كيحلم. شداتني الدوخة وما حسيتش براسي، حتى فقدت التوازن وكنت غدا نطيح كون ما شدني خوليو. وقفت وانا كلي كنرجف، ما يمكنش ما يمكنش، خليل اللي عذبني في حياتي واللي هاز حبه في قلبي وكنت ألم بوحدي تلاقيني به الخدمة؟ لا ما يمكنش هاد الشي، ما يمكنش. بغيت نهرب، ولكن شحال قدي نهرب، خاصني نواجهه ونوقف بكل قوة، ما نبينش ضعفي. واخا الأمر صعيب ولكن خاصني نحاول. قربت منه شادة في دراع خوليو، شافني خليل وتبدلوا ملامحه، خصوصا ملي همس لي خوليو في ودني كلمة ضحكاتني وابتسمت. ملامح الغيرة كنعرفهم مزيان، عجبني الحال. وزدت زيرت على دراع خوليو اللي ما فهم والو، مسكين لا هو ولا مراته. خليل كان باغي يقتلني بنظراته، ما كرهش ينوض عندي ويقشني. وقربت من طاولة الاجتماع بكل ثقة وعزة نفس، جلست بين خوليو وسناء وجيت مقابلة مع خليل، واعتذرنا على الرطاب وتعارفنا وبدينا في الاجتماع. انسجمت فيه ساعة وبديت نعبر على رأيي ونعطيهم أفكار. كان هدر بقوة ولكني مدبوحة من الداخل، هو كيشوف فيا بحال ليلى كان كيحلم ومازال ما متيقش. مصدوم ومقهور ومعصب. سالينا الاجتماع من بعد ما اتفقنا كل أسبوع غتكون زيارة لشي شركة للاطلاع على تقنيات العمل والاستفادة من المهارات. وبداو الشركاء كيمشيو وبقينا غير حنا وشي وحدين. كنت واقفة كنتسنى في خوليو وسناء يكملوا الهضرة ديالهم مع واحد الشريك، ما حسيت إلا وخليل جارني من إيديا وداني البالكون. قال بغضب وغيرة، شنو كديري مع هذا اللي داخلة قابطة فيه؟ قلت له بحدة، طلق مني، ماشي سوقك فيا، أنا حرة ندير اللي بغيت. شدني من فكي بقسوة وقال لا لا لا، انتي ماشي حرة. نطرت منه بالجهد وقلت له آخر مرة تلمسني ولا تحط عليا إيدك، وهاديك حياتي وندير اللي درته، ما تدخلش فيا. غوت وقال يعني بينك وبينه شي حاجة. قلت له ماشي سوقك، شكون انت باش تدخل فيا؟ انت كنتي واحد الوقت كل شي في حياتي وخليتيني، كنت غنموت على قبلك، ودابا نسيتك ونسيت الماضي وكملت حياتي بوحدي. خليني عليك في الثقة وسير عند مراتك خليلو. وضحكت بتهكم وحرقة، كان هدر بصعوبة مخنوقة
وشادة الدموع غير بزز، بقى شحال كيشوف فيا بنظرات غريبة. وفجأة تبدلوا ملامحه ورطاب، رجع شد وجهي بين إيديه بكل حنان، ونظراته قتلوني وسحروني. قربني لعنده وبديت كنحس بريحة أنفاسه على وجهي، وقال بعشق: امرأة وحدة اللي عندي، فهمتيها ولا نعاود؟ أنا بديت كنترعد وجاتني السخفة، دبت بين إيديه وحسيت بسخونية طالعة معايا. ضعفت واستسلمت ليه وغمضت عيني. قرب عندي بغى يبوسني وأنا تضربني الفايقة، وتفكرت شنو داز عليا والعذاب اللي شفته. دفعته ومشيت نرجع للقاعة وأنا كنترعد. تلاقيت في الباب مع خوليو وسناء جايين كيقلبوا عليا باش نمشي، وشافتني سناء متوترة وقالت: ياك لاباس، اش وقع؟ قلت ليها: لا والو، غير عييت شوية. قال خوليو: يلا نمشي وبارك علينا. ومع الدورة بين لي خالي الواقف كيشوف فينا، وهو يعنق سناء ومشى عنده سلم عليه وقدمها ليه على أنها مراته. السيدة تصدم وتحرج وتلف، لون وجهه تبدل وصوته تلعتم. خليناه واقف في بلاصتو مشينا في حالنا، وخرجنا قدام نظراته اللي بغات تاكلنا. خوليو وسناء كانوا متعانقين. ركبنا في الطوموبيل وبقينا مرفوعة، كلامه بقى كيدور في دماغي وريحته باقة لاصقة في نيفي. ما كنتش عارفة أن قربي منه غيدير فيا هاد الحالة. جاني الحنين ليه، لحضنه والقبولات ولمساته. توحشته بزاف، توحشت نعنقو نبكي. بغيت نقول ليه كان بغيك، كل نبضة في قلبي كتهتف بسميتك. ما عرفتش كيفاش نزلوا دموعي حارني الطريق كلها وانا كنبكي بصمت. حتى وصلت للدار ودعتهم، وقبل ما ننزل من الطوموبيل صدمني خوليو بواحد الخبر. قال لك الشركة ديالنا غادا تكون أول شركة يزوروها الشركاء، يعني السيمانة الجاية غيجيو عندنا باش يستافدوا من تقنياتنا في العمل، يعني غادا نضطر نخدم مع خليل تحت سقف واحد. دخلت للدار وأنا مهزوزة، ما قادراش نستوعب شنو واقع. مشاعري تخلطوا، كيفاش غادا نقدر نخدم معاه سيمانة وفي نفس البلاصة؟ كيفاش غنقدر نشوفه وبلا ما تتحرك فيا العواطف والمشاعر؟ كيفاش غنتحمل نشوفه وقلبي ما ينطقش باسمه؟ ولكن خاصني نحاول نكون قوية قدامه، ونحاول نقتل حبي وندفن. نحست بعد صراع مرير مع الأفكار، شفت كوابيس، وفقت مريضة وأعصابي مشدودة. خديت دوش وصليت وخرجت نفطر مع والدية. لقيت الدنيا مقلوبة، شنو واقع هنا؟ ماما موجدة فطور على حقه وطريقه، استعملت لما عدت على الضياف، ما خلت مسمن، بغرير، الحرشة، الكيك، البيض، العصير، القهوة، أتاي، سلو، زيتون. أوه، كنت غير حالة فمي. واللي زاد صدمني كتر، الدار معطرة وكتشعل وكل حاجة في بلاصتها. ماما وبابا لابسين أفضل ما عندهم، ماما لابسة قفطان في الزرق وبابا لابس فوقية من دايك الشي. قلت لها وانا مصدومة: ياك لاباس، شكون غيجي عندنا؟ قالت ماما: لا والو، غير الجيران غيجي ويباركوا لينا، نسيتي هاد النهار راه ذكرى المولد النبوي. عاد تفكر فعلا هاد النهار عيد، ولكن أنا أيامي ولات كلها كتشابه، ما بقى عندي لا عيد لا والو. قطعتني ماما من أفكاري، قالت: بنتي سيري بدلي عليك ديك الحالة. طلعت حاجب باستغراب وقلت لها: مالها حالتي، كنشوف راسي، كنت لابسة بيجامة عادية في الغوص. قالت: ويلي على مالها حالتك، يهديك الله بنتي، سيري لبسي عليك شي قفطان، راها مناسبة عظيمة هادي. ودوري بالحالة شوية، ودوري بالحالة شوية حتى انتي، را الناس. جاوبتها بتذمر: ايوا صافي، مالنا على القفطان. قال بابا: الله يرضي عليك بنتي، سمعي الكلام ماما. صافي ما زدتش معاهم الهضرة ومشيت لبيتي. جبت قفطان في البيض مرصع بالأحجار،
ودخلت دوشت ونشفت شعري وخرجت ولبست قفطاني. شعري سرحته وخليته مطلوق، درت مكياج خفيف وخا ما عندي قانة، ورشيت عليا الريحة. تقابلت مع المرايا وعجبني راسي بزاف، جيت كنحمق بحال شي عروسة. اللون الابيض زاد فيا النص شوية. كنسمع الصونات في الباب، عيطات ليا ماما باش نمشي نحل. مشيت نخرج نشوف شكون مع الحلاد الباب. غدا نحل فأمي، هي والله حتى هي. كنطلعها ونهبطها بصدمة، كانت هازة الحلوى في ايديها وابتسمت ليا ودخلات. قالت سلوى بابتسامة عريضة، ما ترحبيش بينا. انا باقة ما فقت من الصدمة الاولى، حتى كانت صدم الصدمة الثانية الثالثة والرابعة. كانت معاها ماماها وجداها وحبيب العمر، البطل المغوار عاد من جديد. كان مأنق بحال ديما، لابس كوستيم وهز الورد في ايديه. قرب مني بابتسامته الساحرة وعطاني البوكي، شديته منه بلا وعي وبقيت واقفة في الباب مشلولة ومصدومة. تخرصت، ما قدرت ننطق بحتى كلمة، ما قديت نقول لهم حتى تفضلوا او لا مرحبا. كل ما جات ماما عتقات الموقف، وقيلا كنت نجري على الناس. المهم ماما وبابا رحبوا بيهم وداروا الواجب، دخلوهم للصالة، وانا من هول الصدمة بقيت واقفة في بلاستي، ما عرفت ما ندير. تلفت وداروا بيا الحيوط، حتى كنسمع صوته في ودني قال مالكي شفتي بوعو؟ قفزني ودرت مخلوعة. ساعة لقيتو مشى دخل للصالة، ما لقيت ما ندير من غير أنني نمشي عندهم. حطيت الورد في الفاز ودخلت للصالة، لقيتهم جالسين كيفطروا. جلست على السداري حدا سلوى، وخليل جلس مقابل معايا حدا بابا. ماما دهرت معاهم الصواب، كتعرض وتعاود وكترحب بيهم، وبابا حتى هو ما خلاش من جهته. عاد فهمت علاش موجده هادشي كله، ما كاين لا ذكرى المولد النبوي لا والو، يعني ماما كانت عارفه هم غيجي. سالينا الفطور ونتجمعت الطبله، وعاوناتني سلوى، حطينا المواعن في الكوزينه ورجعنا للصاله. جلسنا كنجمعوا، كنت طايره بالفرحه، قلبي كيرفرف. كنشوف خليل وكيبان لي حتى هو فرحان كتار مني، عينيه كيلمعوا ديك اللمعه كنعرفها مزيان. اتلاقى نظراتنا وكنسهاو في بعضياتنا، كنا عايشين في عالم خاص بينا، عالم كله احاسيس ومشاعر. حتى فيقاتني جداته بكلامها، قالت المهم انتم ما عارفين علاش حنا هنا، جينا نردو بنتكم في دار ولدنا خليل على سنة الله ورسوله، ولا عندكم شي شروط احنا واجدين. قالت ليها ماما مرحبا بكم، نهار كبير هذا. قال بابا مرحبا بكم، احنا ما غنلقاوش حسن من ولدكم لبنتنا. في هذه اللحظة فقت من القلبة، عاد استوعبت الموقف، خليل جاي يردني بالأصول وجايب ماما وجداته من مراكش على ودي. يا ربي هاد الفرحة بزاف عليا، قلبي الصغير لا يتحمل. حبيبي جالس قدامي باقي هو هو، معمرو يتبدل، كيفكر فيا وكيكبر بيا وكيهتم بأدق التفاصيل. ديما كان مغرقني في حبه وحنانه، ومحسسني أنني أميرة على عرش قلبه. شفت فيه وعيني عامرين بالدموع، دموع الفرحة والتأثر. بنت ليهم في ديك الحالة وهي تنطق جداهم، قالت إيوان سمعوا رأي عروستنا. أنا هنا ما بقيتش قادرة نصبر، نط كنجري لبيتي والدموع خانقيني. دخلت البيت وجلست على طرف الناموسية وبقيت كنبكي وكنتنخسس. تبعني خليل، دخل وسد الباب وجلس حدايا وحاوطني بدراعه وخشاني فيه بحال ديما. الله على شعور، شحال زوين، نعيا نوصف ليكم وما غتفهمونيش. ما كرهتش نبقى معنقاه العمر كله، ما بقيت باغا والو من هاد الدنيا غير نكون معاه ونحس بوجوده قربي. ما بقيت باغا والو من هاد الدنيا غير نكون معاه ونحس بوجوده قربي.
نسيت شنو دات عليا، نسيت كبريائي وكرامتي المجروحة. غمضت عيني وطردت أفكار، ما بغيتش نفكر، صافي عييت. حطيت راسي على صدره وحسيت إحساس غريب، بحال ما مصدقاش أنه معايا، خايفة يرجع منين جا. وبدون وعي مني رفعت إيدي كلمس في لحيته، قلت له خليل ما تمشيش وتخليني عافاك. تفاجأ من الهضرة ديالي، وفي نفس الوقت عجبو الحال، كيدوز إيدو على شعري وكيهضر، قال ما عندي فين نمشي يا مشيشتي، أهانا معاك وما عمري غنتفارق عليك مازال. وزدت لصقت فيه كأنني خايفاه يهرب مني. آه شحال توحشتو، توحشت ريحتو وتوحشت كلامه، توحشت كل شي فيه. عنقني بقوة حتى كانوا طلوعي غيطردقو وكيشم في ريحتي، وقال توحشتك، ما تصوريش شحال تعذبت في بعدك. وباسني في عمقي بشغف وبأنفاس كلها حرارة وغضب على الوقت اللي فات من عمرنا وإحنا متفارقين. تخدرت وفقدت السيطرة على راسي، ولا شعوريا لقيتني كنتجاوب معاه وصافرنا العالم النشوة والمتعة. سايرته وبادلته القبل بعنف، كنعبر بدوري على مدى اشتياقي ليه وعن مدى ندمي وألمي في بعده. كون ما سمعنا الدقان في الباب وماما كتعيط لينا، كون مشينا بعيد. حبسته ودفعته عليا وانا غارقه في حوايجي، قلت له وانا حشمانه، ويلي على شوها دابا غتكون ماما عاقت بينا، يا لطيف عيب كاع. خليل هو كينهج، قال مالنا كنسرقو، راكي مراتي على سنه الله ورسوله. قلت له نسيتي اننا مطلقين؟ قال لا لا لا، مازال محسوبة عليا حيت باقي ما سالاتش العدة. قلت له وانا مصدومة، اش كتخربق، راه فاتت. قطعني وقال سولت لفقيه قبل ما نجي، قال لي خاصك تردها هاد السيمانة قبل ما تسالي المدة. وبدا كيقرب مني، ابغى يردني على ديمتو، قال لك قبل ما يفوت الحال. ودفعته عليا وانا كنضحك. نضت وقفت وجريته من ايدو، قلت له ايوا نوض بعدا نمشي ونجلسو مع الناس، حشومة هادشي اللي كنديرو. جاوبني وهو زعفان، ايش بغيت ليهم؟ وكيقرب من فمي ودفعته بايدي، قلت له خليل عافاك. قال واخا واخا، يلا زيد يا مراتي الحبيبة. كلمة مراتي كان لها تأثير كبير عليا، واخا هي كلمة عادية ولكن حسيت به قالها من أعماقه. ودرت لعنده وشفت فيه حنان قبل ما نطير عليه بتعنيقة. قلت له خليل شكرا بزاف حيت انت في حياتي. خرجنا ودخلنا عندهم للصالة، ادينا متشابكين، شافونا ونادوا كلهم كيباركوا لينا، كل شي فرحان لينا. من بعد ما كانوا بغاو يمشيوا للوطيل يرتاحوا، شداتهم ماما وحلفات عليهم العجوزة وجده وسلوى، خليناهم يرتاحوا في الصالة حيت كانوا عيانين من الطريق. وخليل خرج مع بابا يجيبوا لينا التقدية، وانا دخلت مع ماما نوجدوا الغداء. تغدينا وخرجنا مجموعين، درنا وفوجنا وتقدينا. اكثر حاجة عجبتهم هي الدوران في القصاريات، خصوصا سلوى عيقات بزاف، لقيت حوايج ثابتة ونسات راسها. عصباتنا كاملين وخليل كتار، واحد اللحظة كنت واقفة معها على أعصابي، كنختارو شي بيجامات على خاطرها، وهو يجرني خليل من إيدي وداني معاه تحت نظرات الكل، جرني وغادي بيا. ركبنا في الطوموبيل ومشى بيا، قلت له فين ماشيين؟ بدا كيفرنس وقال لي خاطفك الحبيبة ديالي. مشينا في طريق البحر، وقف الطوموبيل ونزل، وخشيت إيدي في دراعه ومشينا جهة الشاطئ. حيدنا الصبابط وبدينا كنتمشاو على الرمال، كان الجو جميل وشاعري والنجوم مضاوين في السماء وصوت الموسيقى كيتسمع من بعيد. بقينا كنتمشاو في صمت حتى وصلنا لشي كراسة، وجرني من إيدي وجلس وجلسني على فخده، قرب وجهه من وجهي كيلعب بنيفو مع نيفي، ورشني ولد الهم وغمضت عيني ومشيت معاه. قال لي كان بغيك فيدا بزاف،
ما تصوريش شنو كديري فيا وقداش كتأثري فيا. انا تفكرت الهضره اللي صيفط ليا في ميساج، بردت من جهتك، طرني خاطري وقلبت وجهي. قال لي يا مالك حبيبي؟ قلت له لا والو. دور وجهي لعندو كيشوف فيا بتعجب. قال فيدا مالكي؟ قلت له واش بالصحة